بيان توفيق الحكيم. ولد توفيق الحكيم بمدينة الإسكندرية عام 1898، توفي في 26 يونيو 1987. الحكيم كان من أكبر كتاب المسرح في الوطن العربي، كان من أهمها مسرحية أهل الكهف عام 1933. قلده عبد الناصر قلادة النيل عام 1958 تقديرا لمسرحه ولفكره. بعد وفاة عبد الناصر كان من المؤيدين للسادات وكتب كتاب عودة الوعي. في يناير وفبراير 1972 قامت مظاهرات طلابية، وكان الغرض من المظاهرات إنهاء حالة لا حرب ولا سلم مع العدو الإسرائيلي وتحرير سيناء والأراضي المحتلة. على الفور تحرك التنويريين، وكان منهم توفيق الحكيم اللي كتب بيان وقع عليه نجيب محفوظ ومئة كاتب تانيين مصحفي وأديب. تم فصل 100% من الوظائف بتاعتهم، ولم يذكر أسماء نجيب ولا توفيق الحكيم في الصحف لما نشر أسماء الكتاب بوصية من وزير الإعلام في وقتها كمال أبو المجد. السادات وصف الحكيم وقال إنه ده راجل كبير وخرف، ونجيب محفوظ برضو السادات قال عليه، حتى الحشاش نجيب محفوظ وقع على البيان. رد نجيب محفوظ وقال حد تاني يتكلم عن الحشيش غير السادات. ساءت العلاقات تماما إلى أن جاء محمد حسنين هيكل وتوسط بين الاثنين والسادات، ورجعت العلاقات ما بين الاثنين والسادات. في يعني حتى كان من ضمن الأشياء أنه منع أعمال نجيب محفوظ أنها تذاع في التلفزيون لفترة، وطبعا السادات يعني تراجع في هذا الأمر في بخطاب في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر وقبيل اندلاع حرب أكتوبر 1973 وعفى عن 100. ودي كانت قصة بيان توفيق الحكيم. بيان توفيق الحكيم.